10 حقائق غريبة عن مثلث برمودا في المرتبة العاشرة عام 1945. اختفت 6 مقاتلات من البحرية الأمريكية أثناء مرورها فوق منطقة مثلث برمودا، كما اختفت طائرات أخرى تم إرسالها للبحث والإنقاذ. وقبل أن يختفي جميع طاقم الطائرات البالغ عددهم 27 طياراً، أرسل أحدهم رسالة تقول: كل شيء يبدو غريباً حتى المحيط. في المرتبة 9 ذكر أن سفينة كولومبوس طفت على مياه ساكنة عند مرورها بالمثلث عام 1429، وقد وثق كولومبوس قراءة غريبة للبوصلة وكرة نارية في السماء. في المرتبة 8 خلال القرن الماضي تم فقد حوالي 1000 شخص في منطقة مثلث برمودا، حيث يختفي ما متوسطه 4 طائرات و20 يختا كل عام. في المرتبة 7 ادعى شخص يدعى بروس جيرنان أنه فقد زمنا قدره 28 ثانية بعد أن طار خلال نفق من الغيوم، حيث اختفت الطائرة من شاشات الرادار لتظهر بعد ذلك فوق شاطئ ميامي. في المرتبة 6 عام 1978 شهدت أضواء طائرة آيرفين غريفرز تقترب من اليابسة، وعندما أصبحت على بعد ميلين من المدرج اختفت الطائرة فجأة في الهواء، مما جعل عامل البرج يصاب بالحيرة. في المرتبة 5 تم كشف وجود مستويات عالية من غاز الميثان محبوسة تحت قاع المحيط في منطقة المثلث. التشققات الناتجة عن الغاز تؤدي إلى انقاص كثافة الماء، مما قد يكون سببا وراء غرق السفن المارة فوقه. في المرتبة 4 على المحيط الهادئ توجد منطقة مماثلة لمثلث برمودا ويطلق عليها اسم مثلث التنين، والتي كانت قد أعلنت منطقة خطرة عام 1950 بعد أن اختفى فيها حوالي 700 بحار خلال عامين. في المرتبة 3 يعتقد البعض أن مدينة أطلانتس المفقودة موجودة تحت مثلث برمودا، ويعتقد أولئك أن الطاقة الكريستالية للمدينة تتداخل مع إشارات الرادار وقراءات البوصلات وتشوشها. في المرتبة 2 عام 1918 فقدت البحرية الأمريكية حوالي 300 شخص عندما اختفت السفينة البحرية USS سايكلوبس، وتعد هذه الحادثة أكبر خسارة في الأرواح خارج العمليات القتالية في تاريخ البحرية الأمريكية. في المرتبة الأولى توجد القاعدة الأمريكية للاختبارات أوتيك والمسمى بالمنطقة البحرية رقم 51 بالقرب من مثلث برمودا، وقد تحدث العديد من المتواجدين في تلك القاعدة عن رؤية ما يشبه الأطباق الطائرة.